حيث أكدت المعارضة السورية والفصائل العسكرية المجتمعة في الرياض أكدت على أن حل الأزمة في سوريا سياسي في الدرجة الأولى لتأسيس نظام سياسي جديد دون أن يكون لبشار الأسد ونظامه مكانا فيها. أبرز ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر: استعداد المعارضة السورية للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام. أيضا أكدوا رفضهم لوجود كافة المقاتلين الأجانب. رفضوا أيضا الإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، وأعربوا عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية.